أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. تهب على العاصمة عمان رياح نشطة هذا اليوم 26 درجة مئوية، الملموسة 25، الرطوبة حوالي 66%، والرياح تكون غربية نشطة أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، النهار اليوم نبدأها شمالا، إربد رياح نشطة 28 ل 16، عجلون 27 ل 16، جرش 28 ل 16، المفرق 29 إلى 17 مع رياح نشطة. المنطقة الوسطى أيضا تشهد رياح نشطة، البلقاء 29 ل 20، مأدبة 27 ل 17، العاصمة عمان 26 ل 19، الزرقاء 29 ل 19، والبحر الميت 35 إلى 25. المنطقة الجنوبية أيضا رياح نشطة، الكرك 24 ل 16، الطفيلة 26 ل 18، الشوبك 24 ل 17، معان 28 ل 17، والعقبة طقس صافي 35 إلى 25. بالنسبة للمنطقة الشرقية رويجد 34 ل 17، الصفاوي 31 ل 17، والأزرق 32 إلى 18. تابعونا في النشرات اللاحقة وإلى اللقاء.